متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم كومنتير، البرنامج الشبابي اللي كل أسبوع كنهضروا فيه على دي سوجي كي انتريس لي جون. هذا الأسبوع هذا سوجي ان بارتيكولي انتريس النساء أكثر من الرجال، ولا نقدروا نقولوا بلي كيهمهم بجوج، هو لو سوجي ديال المرأة اللي كتكون قارية وخدامة. واش علاش واحد الفئه ديال الناس كيشوفوا بلي ما خصهاش ما تقدرش تكون ام صالحه ولا تكون زوجه صالحه؟ دونك شفنا واحد التدوينات ديال دي بيرسون اللي قالوا بلي المراه اللي كتكون حاصله على شهاده عليا واللي كتكون دايره اون كارير ولا اللي كتكون واعيه ومثقفه وواصله في حياتها، ما زعما كيشوفوها بلي ما تقدرش تكون في لو ميم طون زعما تقدر تكون ربات بيت ولا تكون زوجه. دونك شوز اللي جو بونس كو بزاف ديال الناس ما متفقينش معاها. ثاني سورتو لي فام. واليوم معايا باش نناقشوا هذا السوجي معايا جيهان ومعايا فايزه، دو فام اللي ناجحين في حياتهم، اللي قارين اللي واعيين واللي واصلين واللي باغين يدافعوا على هذا السوجي هذا وعلى هذه القضيه هذه اللي كتعنيهم. دونك مرحبا بك جيهان، مرحبا بك فايزه. ميرسي، شكرا. Donc je vais vous laisser le temps de vous présenter. Donc nbda bik Jihan. Oui, alors Anna Jihan Bidas, pilote à la Royal Air Maroc, et je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 15 mois. Allah yakhliha lik. Merci beaucoup Jihan. Donc Faiza, arfina brasak? Ana Faiza Lazouzi, oustad ta'lim ibtida'i min madinat Fas. و تنعتبر راسي ام لكاع دوك التلاميذ اللي تنقريهم واخا ماشي ام. صافي ان شاء الله تكوني ام وتشوفي راسك كيف ما بغيتي. دونك اون ديمار دون نوتر سوجي. نبقى معاك فايزه، انت شنو بان لك في هاد زعما التعليقات اللي كيقولوا بلي المراه ما خصهاش، المراه الواعيه ولا القاريه اللي عندها شهادات ما كتصلحش انها تكون ام وزوجه، واش انت ضد مع شنو بان لك؟ بيان سور ضد، لان المراه دائما تحتاج انها تثبت نفسها في شي مجال معين. بيان سور كأم راه ديجا تثبت نفسها، ولكن دائما تحتاج انها تبين كذلك للمجتمع بان راه تقدر دير حاجات واحده اخرى اكبر من انها تبقى غير في المنزل. وهذا الشيء راه ماشي غير في المجتمعات الحديثه، راه من البدايات القديمه، يعني من المجتمعات القديمه المراه كانت كتخدم على برا، يعني كانت كترافق الزوج ديالها في الحقول، يعني هي اللي تتزرع تتقى تتحرث تتحصد، يعني الدور ديالها ما كانش غير في المنزل. وهذا الشيء ما كانتش عندها لا شهادات، يعني شهاده جامعيه كبيره ولا تعليم ولا تخصص. بالرغم من ذلك كانت تحتاج انها دير شي حاجه، شي مهمه اخرى في المقابل ديال المهمه ديال انها ام. داكوغ، ليديا ديالك واضحة فايزة. جيهان، انت شنو الموقف ديالك من هاد لو جونغ دو بيرسون لي كيقولو هادشي على لا فام؟ سورتو كوني دون زعما في 2020 العقلية تبدلو، الوقت تبدلات. جوستومون جو تخوف كو سي كوان تريست كو حنا دابا في 21 سيكل وباقي حتى كيسولو بلاصة المرأة فينا هي. جامي بيرسون نو رومي اون كيستيون لا بوزيسيون دو لوم ان طون كو بير ou là en tant que mari et tout, alors que vous-même ils ont les mêmes prérogatives. Ils ont le même droit de débattre, ils ont le même droit de faire pour qu'on ait un peu de temps pour qu'on ait un peu alors qu'ils sont partenaires, tout le bras ou le dachel. Ou l'achat, c'est qu'ils ont dit qu'il y a un peu de temps pour qu'on ait un peu de temps, mais tous les gens qui ont décidé qu'ils ont mis leur carrière à la jeune, ou qu'ils ont mis leur carrière à la jeune, ولكن الناس اون جينيرال رجال اون غراند بارتي اللي كيقولوا بانه المراه بلاصتها هي المنزل، وواحد الناس كيحيدوا المراه سا بوزيسيون باش تبدل المجتمع، باش يقولوا شانجمون اي ليفولوسيون دو موند. دونك هما بغاو يخليو بانه برا يبقى مجتمع ذكوري والداخل سي اون بيتيت كوميونيتي فيمينين. الوغ كو اكزاكتومون تبدلات الدنيا ماشي كو مانتونون سا توجور كومونسي. كنشوفو بزاف ديال النساء اللي غيروا العالم من الاول اي دي مامون. الا شفنا ماري كوري سي زونفون حتى ما شانجي لو موند، لا بروميير كوسمونوت فام لا روس دون لو نوم ميشاب اكطوالمون هي الا في شانجي لو موند دو مانيير قريبه لينا. النساء اللي خرجات وخدمات عندنا فاطمه الفهديه
اللي هي دارت أقدم يونيفرسيتي باقا خدامة لحد الآن في المغرب، وي ولا السيدة الحرة حتى في المغرب، كلهم نساء اللي كيمثلوا دي زيكزومبل كو لي فام دوفري سويف كو لي زوم دوفري وي بيان سور. وما نمشيوش بعيد، حتى انت جيهان تو تبارك الله بيلوت وماما، دونك زعما ما كاينش زعما شي حاجه نقدروا نقولوها ابار برافو لي فام اللي كيقدروا ياخذوا مناصب كبار، اللي يقدروا يكونوا معلمات استاذات دي بيلوت مهندسات، وفي لو ميم طون كيكونوا دي ماما، ولا زعما ماشي بالضروره انهم يكونوا دي ماما ولا زوجات ولا هذا، المهم انهم عندهم واحد الدور ايجابي في المجتمع. فايزه انت واش ما كيضايقكش انك كتشوفي هاد الافكار وهاد هاد الحوايج كيتقالوا فوقتنا دابا في الوقت اللي ما خاصش هاد الشيء يبقى يتقال، في الوقت اللي خاص الرجل والمراه يكونوا فحال فحال ويدعموا بعضياتهم؟ يعني بيان سور فاش كتشوفي 2020 ومازال بحال هاد الافكار مازالين مسيطرين، وعندهم ناس اللي تيشجعوا وعندهم ناس اللي تيقوموا بتظاهرات كاع باش يشجعوا هاد الافكار، هادشي تيضايق. ولكن الا جينا نفكروا منطقيا تنشوفوا بان هاد القضيه هادي منين تجي، لان الاغلبيه تربطوا بان الدور ديال المراه او المكان ديالها هو في البيت والتربيه ديال الابناء. وهنا فاش كنقولوا التربيه ديال الابناء بحال الا كنعطيوها واحد الدور وحيد، يعني كنلغيو داك الدور ديال الاب اللي هو اللي نورمالمون خاصو يكون كيتقاسم هو ويا داك الدور وكنلصقوه ليها هي. هادشي اللي كيخلي هاد الناس هادو كيقول لك بان هاد الابناء هادو ما تيترباوش تيطلعوا ما مربينش مزيان، تيفتقدوا لذاك الحنان وهادشي كامل. علاش؟ لان هاد المراه هادي خرجت حتى هي تنافس الرجل في المناصب ديال العمل، خرجت حتى هي تثبت الوجود ديالها بطريقه اللي غادي تكون سلبيه على الابناء ديالها وعلى المنزل ديالها وما الى ذلك. الفكره ديالك واضحه فايزه. انا بيرسونيلمون زعما ان طونك فام كجون فام ماروكين اشاك فوا كو جولي ان كومونتير زعما بارابور ا سو سوجي اللي كيبان ليا فيه انتهاك انتقادات مشحفه زعما في حق المراه، كيضرني زعما كيضرني خاطري، وكنقول زعما كيفاش نقدروا نبدلوا العقليات. انت جيهان فاش كتشوفي بحال هاد لي كومونتير هادو باش كتحسي؟ سي مالوغ، جو تروف كو سي مالوغ باقي لحد الان هاد لي كومونتير كيدورو، اي كيل ايماج اي كيل ديدي كيزرعو في العقول ديال لي جون كارتون اكتوالمون لي باقيين كيشوفو هاد لو جون ديدي كي سيركول سور انترنيت ودون لا رو ولا شي حاجه. هاد الناس يسيماجين بانه الدور ديال الرجل على ميزون هو كيقتصر على انه وجوده كرب البيت، ومره مره يلعب مع لي زونفون ولا شي حاجه. الوغ كي ايماجيت كو لو رول دو لا فام هو 99%، سو كي ني با فري. انا زوج ديالي كنخدمو في نفس الميدان، دونك بجوجنا عندنا لي ميم ديفوار، اون لي دو لي ميم زوكوباسيون، كندخلو للدار ان بارتاج دو تاش بارفي، براتيكمون بارتاج دو تاش ايكال. لانه نو سوم بارتنير، ماشي تيعاوني ولا تيعاونو. اون فامي سو فوند ا دو، دونك داكشي كامل اللي كيدار في الاسره كيتقسم على جوج. اي جو تروف كو خاص بلوس هاد لي زيدي اللي خرجوا في لي خرجوا في البيزاج او دو فيجوال دو جون مودرن كي ماتونو كيعيشوا بطريقه كيما كنبغيو حنا ايغاليتير، باش كونتر بالونسي هاد لي زيدي كي سيركول بلوس. وي سي كلير جيهان. انا بغيت نحاول شويه نتعمق معكم، ما عرفتش زعما في نظركم كيفاش غنقدروا حنايا زعما نبدلوا هاد الفكر هذا، حيت سي ديفيسيل دو كونفانك كيلكان اللي عنده ديك الصوره في راسو، اللي زعما براتيكمون امبوسيبل باش تبدل ليه النظره ديالو. دونك سولون فو كيفاش نقدروا اترافير لي ريزو سوسيو اترافير كوا اكزاكتومون نقدروا نبدلوا هاد الفكر هذا ولا هاد العقليه هذه؟ نمشي معاك فايزه ومن بعد ندوز عند جيهان. كما قلتي راك عطيتي بعدا واحد الطريقه كيفاش نقدروا نغيروا الفكر ديال هاد الناس هادو. راه وسائل التواصل الاجتماعي راه عندها واحد التطور كبير كبير، يعني راه تسببت ثورات، فما ادراك انه يتغير حتى لا مونتاليتي ديال بزاف ديال الناس. انا كنقول عن طريق نشر تجارب ديال الاخرين، يعني مثلا كيفاش تجارب الاخرين نشوفوا مثلا غير المجتمعات الغربيه،
كنشوفوا كيفاش مثلا الزوج والزوجه تتقاسموا دوك الادوار بيناتهم، كيفاش ما كاينش فرق ما بين راجل ومراه. يعني انت عندك دور مثلا غادي تجلس مع اولادك غادي تقريهم، انا عندي دوري الدور ديالي كذلك غادي ندير معاهم واحد المهمه معينه. يعني كل شيء كيبدا من التربيه. نحاولوا اننا من دابا احنا لهذا الجيل هذا اللي الجيل الشاب اللي طالع اننا نغرسوا هذه المبادئ هذو في هاد الاطفال من الاول. انت راه ما كاينش فرق بينك كولد ولا كبنت، يعني واحد الوقت غادي تولي زوج وتولي زوجه، غتولي مسؤول على واحد الاسره، غادي يكون لك واحد العمل، تكون عندك واحد المسؤوليه متقاسمه ما بين داك ما بين الشريك ديالك. وبزاف ديال الدراسات تثبتت بان الام اللي تتكون خدامه الاطفال ديالها تيطلعوا عندهم واحد الثقه في النفس جد عاليه، عندهم واحد الحمل، يعني كيتحملوا المسؤوليه من الصغر ديالهم، والتاثر ديالهم بالصدمات كيكون قليل. علاش؟ لان داك الغياب ديال الام ديالهم كيخليهم انهم بحال الا تيختبروا النفس ديالهم، يعني تيتعودوا انهم يعرفوا بان غادي توصل لواحد اللحظه غادي تكون بوحدك وغادي تتحكم في الاشياء اللي ممكن تصادفك بالقدرات اللي عندك. وتا الام اللي تتكون غايبه ومن بعد فاش تتجي مثلا يعني تتكون خارج في العمل ديالها وتتجي داك الوقت اللي كيكون عندها واخا قليل راه تتمروا بواحد الطريقه اللي جد 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 مهمه وتتاثر فعليا الاطفال ديالها. راه ماشي مهم انك تكوني جالسه في الدار 24 ساعه على 24 ساعه، راه غادي يطلع داك الولد ولا ديك البنيته مرتاحين نفسيا مكونين شخصيه مستقله وكذا وكذا وكذا. ماشي بالضروري، راه يقدر يكون عندك وقت قليل وتعرفي تستغليه استغلال ايجابي بالنسبه لذاك الطفل ديالك. وبالعكس وقت طويل وكبير، ولكن الكيفيه كيفاش استغليتي مع دوك الوليدات ما طلعت حتى شي نتيجه في الاخير. سي فري، انا متفقه معاك. جيهان شنو بان ليك في هذا الشيء اللي قالت فايزا؟ واش عندك شي اضافه وانت ولاو كتشوفي بلي كاين زعما اون اوتر فاصون ولا ان اوتر مويان بور شانجي ان تي بو لي مونتاليتي و سو كي سيركول سور لي ريزو سوسيو؟ انا متفقه مع فايزا شنو قالت. افيكتيفمون ملي كتكون المراه كتخدم و ايبانوي وناجحه في حياتها، ملي كتدخل دارها كتكون الي ايبانوي وسعيده، دونك هذاك هذاك ليبانويسمون اي سو ريبيركوت سور لي زونفون، علاقتها مع ولادها علاقتها في المنزل كتحس بلي زونفو حتى هما اي سون ايباني. اي باش نكمل على شنو قالت فايزه، على شنو اللي نقدروا نديروا او نيفو ميكرو ديجا باغ اكزومبل شاك فامي ديجا ليكزومبل كون دون ا نو زونفون. لي زونفون كيعاودوا لي موديل دو لور بارون، دونك الا كنت انت كتامن بليغاليتي لي زونفون حتى هما لا ميم شوز. لي في لي بيتيت في تيكبروا عارفين كاين ديالهم، اي لي بيتي غارسون كيكبروا محترمين الاسم الاخر. De façon plus macro, malgré les réseaux sociaux, les réseaux et tout, Delphaïsa par exemple, elle est institutrice de l'enseignement. Il y a tout ce qu'elle peut tout seul aux enfants, parce qu'à la maison, ce n'est pas forcément idéal. Bien sûr, oui. Elle a un égal assassinat, au sein de l'élémentaire, elle a un droit dans le mohim, parce que les enfants qui connaissent pas qu'ils marchent. Ils sont capables d'absorber toutes sortes d'idées et de nouveautés. Donc, Huma, les instituteurs, ils ont la capacité et elles l'atfal ou yatehom had afkar bashikibro en adultes mutawazinin. Et il y a aussi le rôle des médias, parce que Makina, je représentativité bizarre de le genre de mode de vie à la télé. Par exemple, à la télé marocaine, khasman chofou plus had nou adel hayat, khasman. Plus nourrir plus de nissa najiha qui sont capables en bien même sûr, temps oui. Des épouses et des mères parfaites. Bon, on n'est jamais parfaite, mais bien, qui ouais. peuvent qui peuvent être un modèle à suivre. Et aussi des hommes, les hommes, ils participent au foyer. C'est ce que je veux. Vous n'avez pas comme ça, quoi, le rôle du راجل في هاد القضية هاد. كيفاش راجل يقدر يعاون حتى هو باش تبدل شوية هاد العقلية؟ جيهان كيس كو ترامب باش الراجل شنو يقدر يدير؟ هو يامن بهاد الافكار، خاصو هو يامن بها ويطبقها في حياته اليوميه. كوم جافي دي توت الوغ كنحترم كاع النساء اللي كيون شوازي دو بيان سور وي وي، لي شوا سو ريسبكت.
ولكن الراجل اللي كتبان لي الزوجة ديالو عندها اون ابتيتود، عندها دي كاباسيتي وباغية تخرج وباغية تحقق الكيان والذات ديالها، خاصو يشجعها، خاصو اوسي دو بارتيسيبي بلينمون ا ليدوكاسيون دو سي زونفون، بارتيسيبي بلينمون او تاش دو لا ميزون، اتر ان هوم، اتر ان ايبو، اتر ان بير دو فامي، ماشي غير الراب والبيت هو اللي كيخرج كيخدم وكيجيب السالير في اخر الشهر. الاب هو اللي تيكون سي ان سامبل، سي تو سكو بو ريبريزونتي واحد الاب مازال اللي يقدر يوصل هذيك الفكره لولادو. وي je suis tout à fait d'accord Jihan. Faisan, tu en tant que moulima كتربي الاجيال، كيفاش كتحاولي انك ما تفرقيش ما بين هاد التلميذ ولد وهاد التلميذ بنت في القسم، وشنو كيفاش كتحاولي انك توضحي لهم الصوره ديال المراه والصوره ديال الرجل عن طريق التعليم؟ اول حاجه نقول لك انا دايره لهم واحد السيستم في القسم، عندي ولد حدا بنت، يعني تنقول لهم نتوما راكم بحال دابا، يعني خاصكم تكونوا تحترموا بعضياتكم، انت راك محتاج هذاك اللي حداك لو بارتنير ديالك، انت راك محتاج هذاك اللي حداك، يعني من الصغر كما قلت راه كل شيء من كيبدا من الصغر، كما تتعودي دوك الاطفال انهم يشوفوا بعضياتهم واحد الكيان مستقل، واحد الاراده حره، يحترموا بعضياتهم من الطفوله، تتربي فيهم واحد المبادئ على اساس ما كاينش التفريقه لا من ناحيه اللون لا من ناحيه الجنس لا من ناحيه العرق لا من ناحيه، وهادشي راه تنقراو تيتقرا لهم حتى في المناهج اللي عندهم يحترموا الاختلاف ديالهم هما، يحترموا حتى الاختلافات ديال الناس الاخر في الديانات، يعني كلشي تتغرس كما كنقول من الطفوله. Oui, c'est clair. Donc, Anna, je suis vraiment contente de vous avoir accueilli aujourd'hui à l'émission. Je pense que les messages de Jelcom étaient clairs. Donc, Anna, tu comme force à dire un petit message. Les Kamlins, les Ralit Forjou, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit d'accord. دونك alors le message ديالي هو انه ما نساوش بانه المراه والرجل سون دي بارتنير، اي حاجه كتغير في العالم اي حاجه كدار كيديروها ا دو. le message aussi que je vais adresser à certains hommes parce que j'ai eu vent rien البارح de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux بانه voilà بانه اول حاجه هي الاحترام، احترام الاخر. ثاني حاجه هي tout le monde doit participer. الا كان le changement se fait من عندك d'abord من حداك قدام باب دارك et ensuite au plus loin un peu plus alors من حدا دارك en plus ça va plus loin genre oui. chacun dans sa maison ses enfants peut-être que le changement ne se fera pas aujourd'hui ne se fera pas demain mais le changement se fera dans la prochaine génération. On commence avec ses petits enfants qui sont là actuellement et qui grandissent نبداو معاهم هما نعلموهم le bonne base. هذوك لي بوت باس من عندهم يبغوا لي ترانسميتر ا لورز انفون اي سيتيرا جوسكا اسكو دوما سوا ميور ان شاء الله اون ليسبير فريمون توس. دونك فايزا شنو نقول لكم، نشوفوا حنا غير اللي قريب لينا، نشوفوا الواقع ديالنا، نشوفوا الكره، ابسط مثال هو الكره، الواحد يضرب غير دوره في الدواور اللي كاينين عندنا في المغرب، يشوف ديك العلاقه ما بين المراه والرجل كيفاش دايره، كتلقى المراه خارجه على الصباح حتى هي نايضه بكري وغاده مع الزوج ديالها لداك الفدان وتتحرط معاه والمعاونه، وهو تيعاون من هنا وهي تتعاون من هنا، كذلك في فصل الصيف عاوتاني فاش كيجي الحصاد نفس الشيء. هادشي علاش كيدير انه هو محتاج ديك المراه معاه، يعني تتساعده وهي كذلك نفس الشيء، راه داك المساعده ديالها ليه راه تتحس بانها فعلا تتقدم واحد الاضافه، يمكن ماشي شي حاجه اللي كبيره ولكن تتحس بان راه عندها واحد الاثر ديك المساعده ديالها. يعني خصنا نشوفوها بهذه النظره هذه، بهذه الايجابيه هذه، حنا كنكملوا بعضياتنا وكل واحد فعلا عنده واحد الدور ديالو، ولكن في الاخير كنكملوا بعضياتنا، ما يمكنش شي واحد غادي يقوم بداك الدور بوحدو، لذلك خصنا نكونوا دائما في واحد العلاقة تشاركية باش نقدروا ننجحوا، يعني ننجحوا حتى داك العمل ديال المرأة وننجحوا حتى داك العمل ديال داك الرجل.
Et à mon avis aussi, choukran Faiza. Et à mon avis aussi, on doit arrêter de juger les gens. Soit mara, soit rajil. كل واحد عارف راسو شنو بغا عارف راسو شنو غيدير يفو جوست زعما ندعمو بعضياتنا المراه اللي قاريه واللي واعيه زعما هادشي ما غاديش انا فنظري ما غاديش يخليها انها تكون ما تكونش ام صالحه ولا ما تكون زوجه صالحه المراه اللي كتكون ما قارياش ولا اللي خدات القرار ديال انها تبقى في الدار تقابل ولادها وراجلها هذاك القرار ديالها وهادشي ما كيعنيش انها حتى هي ما غادي تكون صالحه ولا حتى هي انها غادي تكون صالحه جو بونس كو هادو غي دي بريجوجي ولفوا الناس يديروهم ولفوا الناس يقولوهم اي جيسبر زعما كاترافير سيت ابيزود شويه العقليه تتغيروا شويه ديال الناس يتحلوا ليهم عينين على هاد لو سوجي هذا وما نبقاوش نحكموا على المراه ونقولوا بلي بلاصتها كيف ما كيقولوا واحد الفئات بلي بلاصتها غير الكوزينه ولا بلاصتها غير حدا ولادها شوز كي ني با فري دو تو بالعكس كاينين دي زيكزامبل في المغرب ديال السيدات اللي ديال السيدات اللي عطيتيهم قبلها جهان اللي واصلين امهات في نفس الوقت وحتى نتوما انا امون افي فوز دي فام اكسيبسيونيل جهان دون طون دومين اي فيزا دون طون دومين اي زعما دو مون كوتي جو سويت ان تري بون كوراج وشكرا بزاف حيت دستو معايا اليوم شكرا لهلا نحطيكم وهكا غادي يكون سالات الحلقه ديالنا لهذا اليوم وموعدنا كيجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده باي باي.